يقول: ما معنى أن المعتزلة يعتقدون أن الصفات أعراض؟ كيف؟ ما معنى قولنا إن المعتزلة يعتقدون أن الصفات أعراض؟ الصفات تنقسم إلى أعيان، تنقسم إلى أعيان معاني، وتنقسم إلى أفعال، خلق ورزق وإحياء وإماتة، صفات ذاتية وصفات فعلية. الله جل وعلا له صفات ذاتية ملازمة لذاته سبحانه، وله صفات فعلية يخلق ويرزق ويتكلم ويأمر وينهى، ويتجدد هذا في كل وقت. نعم.